دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاحداث والاخبار اللي هتحصل النهارده، تعالوا نتابعها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023، الحدث الأهم بمنطقة شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط لبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز، بالإضافة لتعزيز الشراكات واستعراض أفضل الحلول والاستراتيجيات اللي من شأنها تغيير مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع انطلاق مباريات الدور الأول لدور المجموعات بالكونفدرالية، ومنها مباريات الفرق المصرية. هيلتقي فيوتشر أسكو كارا توغولي الساعة 6 بالليل، وكمان هيلتقي بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي الساعة 9 بالليل. بالنسبة لماتشات الدوري الإنجليزي، النهاردة في مباراتين مهمين في إطار الجولة 23 من عمر المسابقة. هيلتقي ليدز يونايتد مع مانشستر يونايتد الساعة 4 العصر، والساعة 6:30 هيلتقي مانشستر سيتي مع أستون فيلا.